بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة. لفظ حديث زائدة. وفي رواية علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. جاء الحديث بطريقين، والراويان عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعلي رضي الله عنه. لفظ ابن عمر: يا أيها الناس، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: يا أيها الناس، الخطاب يا أيها الناس غير الخطاب يا أيها الذين آمنوا. وإذا قال يا أهل الكتاب غير الخطاب بهذين اللفظين. لما قال الناس دل على أن تحذير موجه لجميع الناس وجميع الأديان، ويخص به المؤمنون. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوه بمعنى اجتنبوه، والمطلوب اجتنابه الظلم. والظلم يا عبد الله أنك تضع الشيء ما هو المحسوس، حتى العين وحتى القلب. يعني لا يجوز أن تحب العاصي، مع أن الحب أمر قلبي، ولا يصح أن تثني على من لا يطيع الله في غير ما ينبغي مدحه فيه، لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. فكما يكون في المعاني يكون في الحسيات. فلا يصح أنك يا عبد الله تعطي من لا يستحق، وتمنع من يستحق، وتأخذ مال من لا يجوز أخذ ماله بغير حق. فهذا الظلم أنك تضع الشيء في غير موضعه، تثني على من لا يجوز الثناء عليه، وتمدح من لا ينبغي مدحه، وتعين من لا ينبغي إعانته. هذه مسائل عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما قال ظلمة، لأن اليوم ذاك اليوم مقداره 50,000 سنة، فيه كروب ومواقف عظيمة وأمور هائلة تمر على المرء. هذه الأمور العظيمة التي تمر على المرء: الشمس دنوها مقدار ميل، والناس يلجمون في عرق ثم يظمؤون،
لا يروى إلا من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أمور مهولة جدا، غير الفضائح التي تمر عليهم وغير ذلك من أنواع العذاب. إن طهر المذنب تلك المواقف نجا ودخل الجنة، وإلا هذا بالنسبة للمسلم، وإن لم يطهره تلك المواقف الظلمات لابد أن يصل النار ثم يخرج منها إن كان من المؤمنين الموحدين، وإلا والعياذ بالله الكفر هناك. فقال اتقوا الظلم. هذا الظلم لا تظن أنه يختص بالأموال، بل يكون في الدين والبدن وما يجمع البدن من العرض وما يجمع البدن من النسب والأقارب، ويكون الظلم كذلك كما كان في الدين وفي في البدن والعرض يكون في الأموال. هذه الثلاث فإن الظلم يقع فيها. أما في الأموال هذا معروف، الأموال ما نتكلم عن السرقة وعن الغصب وعن إنكار الوديعة وعن جحد هذه العواري وغيرها، هذا أمور الله عز وجل بيّن أن صاحبها إما أن يقام عليه الحد في الدنيا إذا ضبط، أو يسام ما يسام من عذاب الله إن خفي ولا ينجو. لا تظن أن أحد خان أحد في ماله أو أن أحداً سلب مال غيره بالقهل والقوة، أو آخر أنكر الودائع وجحد الأموال، هذا لا بد أن يلقى ذلك في دنياه. ومن رأيتموه كان في عز ومال وجاه ثم انتكس فأصبح عالة على الناس، الله أرحم بعباده أن يلجئه إلى مثل هذا. هذه دلائل على أنه عمل بأمواله في غير طاعة الله أو اكتسبها في غير طاعة الله. ما حل به إن كان فيه إيمان فلعلها كفارة وتطهير ويرجع إلى الله عز وجل، وإلا والعياذ بالله هي القاصمة. هذا الظلم في الأموال أشده وأنكأه ما جاء في العقود والتجارات، فإن العقود يعقد بين شخصين عملاً ما على أن يقوم به أحد الطرفين، وقد يكون شراكة وقد تكون مزارعة وقد تكون مضاربة. المضاربة يا عبد الله أن يعطيه مالاً يقول اتجر به، الخدمة من بدنك، الخدمة عليك أنك تقوم بتنمية هذا المال والمال مني، والخسارة بينهما. فإذا خسر في المال فإن الجهد الذي بذله الطرف الأول ضاع تعبه، وذاك الذي دفع المال ذهب عنه رأس ماله أو غيره، وإن ربح بحسب الاتفاق. هذه العقود تكثر فيها الخيانات. لو رأيت ما يجري بين المتعاقدين سواء كان أجير شخصي أو أجير عام، إيش الفرق بين الأجير الشخصي؟ أجير الشخصي يقول يا فلان تعال اعمل عندي من اليوم، كما يعمل الصناع، إما يعمل في مسائل البناء كاللياط والتبليط والسباكة وغير ذلك، أو يعمل أن يكون العامل عاماً ليس خاصاً كالخياط والصواغ الذي يصوغ الذهب وغيره، هذا ما يشتغل عندك، تأتي بالصنعة فيعملها لك. هؤلاء إن تمكنوا من مال ورأوا أن صاحبه فيه غفلة أو أنه ذا مال أو أن الموضوع كبير لا يخلو من عدم أمانة. الشيطان يزول للإنسان أن العمل الذي أعطيته وتوليته قد يكون
مجهودك فيه أكبر من قدره، لا بد أن يأتي الشيطان بتسويلات فيخدعه. كثير من هؤلاء دفع لهم البضاعة لأجل تصنيعها فأخفوها، وأحياناً يغادر المكان سيما إذا كان المبلغ جيد والأمور كذا، يخفي عنه مكانه ويأتي صاحب البضاعة ما يجد المكان ولا يجد الرجل. وقد تكون العقود بين طرفين، أنت أيها العامل اعمل كذا، فيعمل معه بأجر معين، أكمله ولك 5000، لك 7000. ثم بعدما ينجز العمل يرى أن هذا أن الدافع المستأجر أن فلان غشه، لأنه يذهب في السوق فيسأل كم أجرة من يعمل هذا العمل، فيأتيه آخر إما أن يعرف العقد الأول لأجل أن يضرب بينهم أو لا يعرف، والأيام تختلف والناس يختلفون، فيقول هذا الأجر أنا أقوم به بكذا دون ذاك ب2000 أو أكثر، فيرى أن هذا غبنة، مع أن بينهم عقد ووثيقة أن لك كذا المبلغ إن قدرت هذه. فيأتي أحدهم فينكث العهد والعقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا بد من الوفاء لأن عدم الوفاء غدر. كم أكل هذا مال هذا وظلمه خانه في ذلك، أو يأتي هذا العامل فيقول الذي دفعه إلي لا يقوم مقام العمل الذي أبذله، فله خيارات كثيرة في الغدر والخيانة والغش ونقص المال لا يؤديه على وجهه. يحصل هذا نزاع قد يكون حقا وقد يكون عن حسد وأن يكون عن مكر وما إلى ذلك. لو سألت هذه النزاعات بين هذا الصف من الأجير والمستأجر لكان هذا هو النوع، قل من يسلم منه إلا من سلم الله. فهذه النزاعات ما أكثرها، منها ما ليست عليه بينة، ومنها من يستوش المال فيغادر، ومنهم من يكون له قهر وصولة فيقول أخرج ولا يعطيه سداد المال. في الأولى يعطيه جزء من المال يقول إذا أكملت أعطيتك، فإذا أكمله أنكره، ويبلغ بهم الظلم والعياذ بالله والجحد، يقول إن كان لك حق تعال يوم القيامة، كما قال كفار قريش حين يعذبون المؤمنين المستضعفين وينكرون حقوقهم، قال له إذا كان في جنة أو في نار تعال هناك أقضيك، نسأل الله العافية والسلامة. من لم يعلم يحمد الله على العافية، ومن علم فيرى هذه الأمور التي تجري بين الناس. ولا تظن يا عبد الله أن قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أنهم في الدنيا ناجون، لا والله، حتى في دنياهم الله عز وجل في آيات كثيرة يبين أن حياة هذا ليست كحياة هذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني ما نجعل حياة هذه مثل حياة هذه. كذلك الطيبات لا تكون إلا للمستقيم والذي أطاع الله عز وجل، وأما السيئات يعني الشرور والآثام غالبا تلحق أولئك. فحذر صلى الله عليه وسلم من الظلم، ويا عبد الله إن ابتليت بمثل هذا كن عبد الله المخدوع ولا تكن عبد الله الخادع، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. الظالم والماكر والذي كاد للناس، إن تمتع بالمال جزءا من الدهر فإن أكثر ذلك والعياذ بالله يشقى بها في دنياه، ظلم في الوجه وضيق في الرزق وعداوة في قلوب المؤمنين. فهؤلاء وإن رأيتهم يضحكون
فاعلم أن في قلوبهم بأس وفي قلوبهم يأس وفي قلوبهم أمور لا يشبعها ولا يستطيع أن يهنى ويطيب إلا أن يغيب عقله تغييب العقل، مو بالضرورة بالخمر والحشيش، لا يا عبد الله، تغييب العقل بتلك التي يراها أنها منسيات، الملهيات والمتع التي يراها أنها تنسيه الآلام لأنه يعيش في آلام. نقول هذا تحذير من الظلم يا عبد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الفتن: كن عبد الله المقتول. يوم يخرج الناس والعياذ بالله ليس هناك إمام، يقتل بعضهم بعضا وهم مسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. اقرأ ما بعده. وعن أنس بن قال: وحدثني محمد بن محارب بن دثار قال: فقيل له: من أظلم الناس؟ قال: من ظلم لغيره. حارب بن دثار أحد أتباع التابعين يقول: سئل من أظلم الناس، لأن الظلم درجات، فهو بدأ أن يقول: أي الظلم أشد؟ قال: من أظلم الناس؟ قال: أظلمهم من ظلم غيره. من ظلم لغيره، أظلمهم من ظلم لغيره، يعني هو غالبا الظالم يريد أن ينتفع ويستعجل، إما أن يستعذب أنه يردي غيره ويؤلمه لأن هذا يشفيه، سيما إذا كان حاسد أو مغيظ أو مخالف لدينه، يشفي هذا الألم الذي في القلب بإنزال الألم على غيره. هذا ما ظلم هذا لأجل أن يشتفي، إنما ظلم لأن فلان قال: اذهب إلى فلان ولك كذا من الأجر، فيظلم غيره دون سبب، إنما لأجل وجد أمراً أو طلباً أو إغراءً من طرف آخر. هكذا أعوان الطغاة وأعوان المجرمين، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، يرسل خادمه فيقول: اذهب إلى فلان، عطل له كذا، امنعه من كذا، لا تعطه كذا. هذا فقط لأنه أجير، هذا وجدناه في أبسط الأشياء، سائق عند فلان، السائق فقط لأجل إيصال المنافع والقيام بأمور يعجز عنها هذا الذي استأجر هذا السائق، يقول: اذهب إلى فلان واصدم له كذا، أو كن عائقاً أن يصل إلى كذا، أو فيرى أن هذا الكفيل أو هذا المستأجر إن لم يلبي طلبه لا يجد حظوة أو لا يجدد له عقد فينفذ هذا الأمر. قال: هذا من أشد أنواع الظلم، هكذا يقول. اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك قال: أنا أتكلم، أنا ضرب مثال، إذا قلت سائق مو ضروري، قد يكون كاتب عند فلان، قد يكون وكيل لفلان، أو رجل استأجره لحراسة، وما أكثر هؤلاء ضعاف النفوس يرى أن رزقه منوط بهذا، أو أن مصلحته بهذا، أو أنه يحبه يريد أن يكافئه بتنفيذ رغباته المحرمة. ولما يقول اعتدي، ليس بالضروري أن يكون اعتداء، قد يكون أطلب منه كذا، خادعه على كذا، ائت به الدار، وما إلى ذلك من الفواحش وغيرها. فقال: أن أشد أنواع الظلم أو أظلم الناس الذي يظلم لغيره ما هو لنفسه. نعم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للمالك من المملوك، وويل للمملوك من المالك، ويل للغني من الفقير،
ويل للفقير من الغني، ويل للشديد من الضعيف، ويل للضعيف من القوي، ويل للمالك من المملوك، وويل بالعطف للمملوك من المالك، وويل كلها بالعطف. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذه الجمل بويل. أصل ويل كلمة تقال لقبح الفعل الذي توجهت له هذه الكلمة، هي أحياناً تكون دعاء وأحياناً تكون وعيد. ويل للمطففين، أي عذاب شديد أعده الله لهذا النوع من الناس. وويل لما وأحياناً تأتي ببيان قبح العمل، وأحياناً تأتي لبيان ابتلاء وامتحان فيكون فيه نوع من عطف. الغالب العطف ويحة بدل ويلة، لكن تستعمل هذه ويلة. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل أي توقع مكروه من المالك للمملوك، وتوقع مكروه وقبح وشر من المملوك للمالك. فذكر أصناف: المالك والمملوك والغني والفقير والصحيح من والمريض والفقير والغني، جاءت ألفاظ كثيرة، إنما ذكرت هذه بأعيانها يدخل فيها ما فيها غيرها، والمراد به التعميم. الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. ذكر معنى الحديث في قوله سبحانه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون، والقراءة الأخرى: إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم يقول سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هؤلاء في الأولى قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. هذا فقير على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء، ولا جاء معه ملك ليبين صحة ما يدعي ولا شيء آخر. ثم إنه انظروا إليه يأكل في الأسواق، يعني إذا وجد مكان تحت ظل شجرة جلس ويأكل من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فجعلوا هذه الحركات منافية للرسل أنهم لا يأكلوا ولا كذا. هنا الله عز وجل يقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد فيما يليه، يقول سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا الصحيح للمريض، وهكذا المالك للمملوك، والراعي للرعية، والرعية للراعي، هكذا شأن الأجناس المختلفة. وقد لا يكون ذلك، قد لا تكون أجناس، قد يكون في جنس واحد وعمل واحد، لكن الشاهد قال صلى الله عليه وسلم هذا. والله عز وجل يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فتنة عن اختبار وابتلاء، هذا يمتحن الآخر، إما يمتحنه في ماله أو في عرضه أو في بدنه، والآخر يتولى في إيقاع الظلم بأشد منه. الفقير للغني يرى أنه محروم، وأن المال الذي جمعه إما أن يقول من سحت وحرام، أو أنه سلب أموالنا، هذا يبيع بسعر غير مناسب، وهذا كسبه لأنه احتكر الطعام. وهذا يعني لما يقول هذا الكلام
قصده أني لو اختليت بشيء من ماله لجاز لي أخذه. لرأيت الرجل يتكلم في مال إنسان وكذا وكذا كأنه يقول هذا حلال، لو استطعتم أخذه خذوه، وهو يترصد. وإذا سمع أن قوما سطوا على ماله ما يحزن بل يفرح في قرارة قلبه. وذاك المالك الغني يستسخر هؤلاء، يستسخر يعني يجعلهم سخريا، السخري يعني يطلب منهم القيام بالعمل ولا يعطيهم حقوقهم. لأن الحاكم إذا كان ذا جبروت كفرعون يأتي بالشيع الضعيفة يعني الأقوام الضعيفة كبني إسرائيل، يسخرهم في حفر القبور ونحت الجبال وشق الأنهار، ما يعطيهم أجرهم إلا طعامهم بس فقط. تقول فلان مسخر لفلان، عرفتم ها؟ تسخير كسخر الشمس والقمر، هي بالقوة الإلهية تمشي مو برغبتها، مطلوب منها فتقوم بتنفيذ ذلك. فهؤلاء فهذا يسخر الناس لا يعطيهم أجرهم كامل. ثم لو استطاع أن ينكر حقوقهم لفعل، ولو مرض لا يعالجه، ولو مات لا يصفي حقوقه ولا كذا. هذا ضرب من الفقير للغني، وهكذا بالعكس. وويل للعالم من الجاهل، هذه الرواية ما جاءت هنا، ذات رواية أخرى، وويل من الجاهل للعالم. كذا يحصل، الجاهل له هوى، الهوى يعني له إرادة في النفس تملي عليه اصنع ذلك، افعل ذلك، اترك ذلك، ما هو بموازين الشرع، لا، إنما حسب هواه. وإن إذا يقال فلان ذا هوى، سيما والسلف الصالح أطلقوا على هؤلاء الذين يقومون بعبادات أو آراء أو أفكار يتصدون للناس ونشرها، سموهم ذوي الأهواء، أي أنه رأى في نفسه أن هذا الذكر أو أن هذا الفكر أو أن هذا الطريق هو المنهج الصحيح الذي يقرب إلى الله، أو المنهج الصحيح الذي يمكن أن تسير به في الحياة، لا ينظر إلى قول الله وغيره. فالعالم ينصح، والجاهل يرى أن هذا مصادم لهواه فلا يبقى هذا. فإذا رأى أن هذا العالم يقول الحق ووراءه من أهل الخير عصبة يسمعون لقوله، وعلم أن مجرد المخالفة لا تؤدي إلى مقصوده من الفتنة وإسكات هذا الرجل، فيلتوي إلى أمور أخرى، إما يطعن عليه في أخلاقه أو في دينه. العالم لا، ليس معناه ذاك العالم الذي يجلس على منصة أو يقضي بين الناس، كل ذو استقامة، كل من كان على طريق ويعلم أن هذا الطريق حق، يعلم أن الرشوة لا تجوز، وأن خدمة الناس مطلوبة، وأن القيام بالعمل الذي استؤجر عليه لا بد من أمانة. هذا لو وقع بين أناس لا يحبون إلا الرشوة ويتساهلون في العمل ولا يتقيدون بعقودهم، إذا وجد بينهم هذا يؤذونهم، لا بد يؤذونهم، لأنهم لا يرضون أن أحداً على غير مسلكهم يبقى معهم، إما لأنهم يعتقدون أنه أفضل منهم فلا يقبلون ذلك، أو يرون أنه يفتن عليهم بمعنى يخبر غيرهم أن هؤلاء كذا، فلا بد يحيكون حوله من الأمور والأذى. فمن اتقى الله وصبر فيفوز، لأن العاقبة للمتقين. إيش معنى العاقبة؟ بعدما يصبر ويبتلى ويعلم الله صدقه، فإن مآل الأمر والنجاح والظفر تكون لهذا المتقي.
فيقول صلى الله عليه وسلم: ويل لمثل هذا الصنف من مثل هذا الصنف. اسمع قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الهمزة همزة استفهام، وليس المقصود منه الاستفهام، المقصود منه الأمر، لأن أحيانا يأتي الاستفهام بمعنى الإنكار، ويأتي الاستفهام أحيانا بمعنى الأمر. أتصبرون يعني اصبروا، ما تقول، لا تقول لفلان اصبر، لأن الصبر حبس النفس وضبطها على مكروه. ما تقول للذي يحب الحول الحلوى فقدمت بين يديه اصبر، ما يقال اصبر، يقال له اشكر الله عز وجل. فإذا كان في أمر فيه عنة ومشقة وألم نفسي تقول اصبر. أتصبروا يعني اصبروا، فإن هؤلاء الظلمة والذين قاموا بغير حق والذين آلموكم، لا تقم بالمناوأة والانتقام، لأن الصبر معناته حبس النفس. ولا تجزع، الجزع أن تحدث الناس وتشكو حصل لي، لا لا تنبغ، لأن هذا فيه، وإن كان يرى أنه فيه تنفيس للنفس، لكن كأنك لم توكل الأمر وتفوضه إلى الله عز وجل، وكأنك شكوت إلى المخلوقين، والله عز وجل لا يحب طرح السؤال إلا إليه، ولا يلتجئ المرء إلا إليه، ولا يشكو إلا إليه. فلما قال أتصبرون فيه حث ورغبة في الصبر على المكروه حتى يلجئه الله. وإذا ضاق الأمر ورأيت أن استطاعتك تعجز عن تحمل أكثر من ذلك أمر الله بالهجرة. فإذا خرجت وتركت الأمر لله، ما هو لأجل أن راتبك قل، ولا لأجل أن المسافة بعدت، ولا لأجل أن فلان لا يعطيك الطلب، إنما تركتها لأن بقاءك في هذا العمل ينقص الأجر، ولا تستطيع بقيام الطاعة، أمرك الله أن تهاجر. ولذا إذا وجدت في كتاب الله أرض الله واسعة، يعني يا مظلوم من ألزمك ببقاء ما أنت فيه من الضيق والكدر وعدم القيام بالحق؟ أرض الله واسعة يعني أخرج. لما قال أرضه أي ما فيها من رزق وما فيها من عفة وما فيها من انتصار وراحة نفس، هذه معنى أرض الله واسعة. من قال كذا؟ ولذا من كان يهرب من بلده ويأتي إلى بلد آخر لأجل توسعة العيش، ويعلم أن هذا البلد لا يقام فيه حدود الله، ولا يسمع الأذان، ولا يرى فيه وجوه المسلمين، إنما يرى وجوها منكرة، هذا خسران مسكين. وأكثر من نهاجر إلى بلاد الكفر لأجل سعة العيش، مآله والعياذ بالله في الخسران، إن لم تكن العاقبة وخيمة. والذي يهاجر من بلد مسلم إلى بلد آخر فيضيق عليه ويؤذى ولا يجد، حينئذ تقول له، يقول لا، من حصل الراتب إلا هنا، ويترك أهله. والمرأة لا تستطيع الصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر، ويترك والديه وهم في حاجة له، يرى أن الرزق بقدر سعيه، لا يعلم أنه لو احتاط لدينه وبقي حتى لو في غابة سيأتيه رزقه. السعي مطلوب، لكن السعي يا عبد الله ليس فيه ذلة المؤمن، وليس فيه الكسب من غير مشروع، ولا يصح أن تبيت خائفا وتقوم خائف، هذه ليست حياة المؤمن. لكن لما كان أمر الناس عجيب
في الاعتقاد بقدرة الله ولطفه وحمايته، ألجأهم أمر نفوسهم إلى هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل في الصلاة ثم فجأة جاءه ريح أو غيره، فهل يتم صلاته وهو يدافعه أم يقطع صلاته؟ نعم، يقطع صلاته. إذا جاءه ضيق كريح أو غيره، يقول صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر أنه يضع يده على أنفه ثم ينسحب. ليه يضع يده على أنفه؟ لأجل من رآه قال هذا معه رعاف، أي دم يسيل. والدم الذي يسيل ليس بالشرط أن يكون ناقض للوضوء، عند من يرى أنه ناقض للوضوء يقول أنا راح أجدد وضوئي، لكن الدم إذا كان يسيل يعرف أنه يلوث، يشوه ثيابه ويؤذي غيره، وقد لا يكون معه هذا. وكلنا نقرأ هذا الأثر أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله معنا رجل ما ظننا إلا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن به رعاف. هذا واضح. كذا يوم القيامة، كذا خروج الدجال، قرأنا صفاته وقرأنا يوم القيامة ما فيه من أهوال، ومع ذلك حين يمر علينا ما نتعظ، ينسى المرء فيقول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم يخرج. فإذا جدد الوضوء استأنف الصلاة، ما يبني على ما بنى. وعند بعض أهل العلم إذا كان المكان قريب لقضاء الوطر ثم العود يبني على ما فات، والصحيح أنه يستأنف، والعلم عند الله عز وجل. نعم. هل يجوز لبس الجورب والحذاء للمحرم إذا كان يشتكي من وجع في رجله وتضرر من المشي حافيا بسبب مرض السكري؟ أي نعم، إذا كان في ضرر يلبسه، لعذر يلبسه، ولا فدية. كمن لم يجد نعلا، النعل ما يكون مغطى الكعبين، ما وجد إلا نعلا يلبسه، ولا فدية عليه. نعم. امرأة قبل 7 سنوات أنجبت طفلة ذات 7 أشهر، وحين بلغت الطفلة من العمر 2 شهر نامت بجانبها أمها، واستيقظت الأم في 2 الثانية فرأت أن الطفلة قد ماتت، وفي هذه الأيام مات الأب، والأم ترى في منامها أنها تنجب طفلة، وأحياناً ترى أنها تسحب قطعة قماش فتظهر لها طفلة. الأم تقول أنها تظن هي من قتلت طفلتها بأيديها دون علم، لأنها كانت نائمة بجنبها. هل تصوم 2 شهرين متتاليين أو لا تصوم؟ السؤال طويل، لا أدري، رأت ما رأت لا أعرف هذا. لكن إذا انقلبت على الطفل فمات من انقلابها فهي تصوم، هذا يسمون قتل الخطأ، لا بد من صيام، وهذا القتل النفس لا بد من دية، يأخذها أخواتها وأخوان الميت ووالديها، إلا هي ما تأخذ من الدية. نعم. سؤال، نقول لدينا أوقاف عبارة عن مزارع ولا يصل ريعها إلى بعض المستحقين خاصة النساء، فهل يكفي ترك نصيبي منها تورعا أم لا بد من إحاطة ولي الأمر؟ لا بد، إذا كان مستحق الوقف معروفون لا بد أن يبلغ عنه، لأن أحيانا قد يكون هذا ما عنده صوت يبلغ للحاكم أو الناظر، عاجز أو ما ثبت عنده ولا يعرف، وغيره عرف يقولها لله، لأن إقامة الشهادة لله واجبة، مو لأجل الانتقام ولا لأجل الانتصار ولا لأجل التشهير بالناظر، إنما أراد أن صاحب الحق يستوفي حقه. هذا لعلنا الحديث القادم إن شاء الله بعد
حديث ويل للمالك من المملوك فيه هذا المعنى، نتكلم عنه إن شاء الله. نعم. كم عدد الفروض الدينية؟ كم عدد الفروض الدينية؟ ما تحصى، يعني قصد الفروض الواجبات التي أوجبها الله على العبد، هذه ما تحصى، ثم تختلف في فروض، تختلف باختلاف الأشخاص. اللي عنده والدين، من كان والداه عنده يجب عليه برهما، واللي ما عنده والدين ما تقول واجب عليك. الذي بلغ، الذي استطاع الحج وله مال يجب عليه الحج، واللي ما عنده مال ما يجب عليه الحج. ثم الفروض كثيرة. هذا السؤال لا أدري مع هذا ما له معنى، لكن اقرأ كتاب الله ما فيه أمر فقم به فإنه واجب. نعم. ما صحة لقب السيد أو السادة؟ السيد أصله المعظم الذي يرجع إليه الأمر، الذي ساد أقرانه بالكرم والعفة والشجاعة والسخاء النفس، يقال فلان سيد. ولذا لا يجوز أن تقول هذه الكلمة للمنافق، لأنك إذا قلت للمنافق سيد فقد أغضبت الله عز وجل. المنافق ما تعرفه في وجهه إلا من أعطاه الله يعني نوع من فراسة يدرك، ولو شاء الله ولو شئنا لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، دل على أنه حسب المشيئة، قد يراهم بعض الناس لكن يعرف في لحن القول. وفيه صفات، إذا رأيت الرجل يضحك الناس استهزاء بآيات الله فاعلم أنه منافق، وإذا رأيت الرجل ينكر آيات الله يقول هذه ظواهر كونية لا ليست تابعة للقدرة ولا معنى لها فاعلم أنه منافق، وإذا رأيت الرجل يقول ما وصف الله به المنافقين من إخلاف الوعد ومن الجبن عن نصر المسلمين، هذه من صفات المنافقين. فإذا كان رجل متصف بهذه الصفات يتفاخر بها لا يجوز أن تقول سيد. ثم أصبح عند بعض الناس أن السيد معناه من كان من سلالة أولاد فاطمة رضي الله عنها، وأصبح هذا اللقب عند بعض الناس اسم شهرة يحب أن يعلو على غيره، لأنه يأخذها باسم أنه يستحق التعظيم ويستحق الولاية وأنه غير ذلك. هذا إذا كان من المسلمين، وإذا كان من الفئات الأخرى الذين اتخذوا حب الرسول وآل البيت وسيلة لهدم الدين من تحت، يقول أن الخمس خمس أموال المسلمين ما هو الزكاة تكون له، وهذا شيء أمر يعني. ومن قال أنه سيد لا يجوز أن تكذبه، لأن أنساب الناس مصدقون فيما يقولون. مثل هذا يحرم عليه الزكاة ويقام بالصدقة وتتولاه وتنصره، فإذا كان يقول إنه سيد ثم يقوم بالمعاصي وترى منه الفجور هذا لا ينبغي تواليه، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي الميزان ما هو الميزان الإنساب. لم يجعل الله عز وجل درجة ومقاما عنده إلا من كان تقيا، يعني يجتنب المحارم. ما مدح الله رجلا لضخامة جسمه ولا كثرة ماله ولا لونه ولا فصاحة لسانه، هذه ليست مقومات في الثواب والعقاب، إنما الثواب والعقاب والأجر هي بقدر ما حوى المرء من استقامة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.